الأقدار، تعبت من الأعذار والباقي في الأقدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار، والليل الليل مسح بظلمته حتى خر الأسفار، ويا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار الحياة أسرار. وين الأهل راحوا؟ وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا نجم سيار وقت الحكم والحق، الكل خلق أعذار. أسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار. والله لا أصبعك بالخير، مو مزود مو مزود. وابو يا عمي خنقتني قتلتني، والله العظيم ما سويت شيء، مو سويت أنا. ما سويت؟ لا. تصير بيوت الهناقرة تضرب بيبانهم وتكلم بناتهم. حاشا لله يا عمي، أنا سويت ذاك؟ من قال لك أنت؟ من قال لك؟ قول لي. قال لي سويد، وسويد يوم يقول ما يكذب. أصدق سويد وتكذبني أنا؟ زين ما صدقه. والكلام بو قايل به؟ ها؟ كلام؟ كلام ملموم، ما قلت شيء يا عمي. ما قايح على فتنة؟ ايه؟ أحب تراب ويحت فوق راسك، أقصد تراب وتعكنيه. ايه؟ الكلام بو قايل به. ما كذا قلت أنا، أنا قلت لها. يعني قلت. قلت عمي، قلت والله العظيم قلت، لكن لكن صدقني إن كان كنت صادق في كلامي، وكان كلامي عمي شيء ما كان. كلامك كلامي كان كلامي. ما اعرف انا كلامك ولا ما كلامك. عمي كان كلامي شريف. بسألك وجاوبني زين. كيف تصير البيت وتكلم البنت وهي بعدها صغيرة؟ صغيرة؟ عمي ثاني انت اسمعني شيء، انا في الحقيقة كنت باغي افاتحك في هذا الموضوع، لكن خفت انك تردني. اي نعم، ولا اتكلم منك من زمانك. مو من الموضوع. اقوله؟ قول. وعمي ثاني ابغى اتزوج بنتك فتنة. تزوج فتنة؟ وابو هيسر. ايه تعال تعال، وباغي يتزوج يشرد. مو انت موافقه؟ تعال تعال خلاف انت فاهم. تعال يعني ما تضربني؟ واحد يضرب شمجه؟ ها ما صرت على زين. يلا شمس عاد سايرة. زين عاد لا تنسي تراني بخطف عليش خلاف. انسي رحيت فتنوه. لا 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 تخطف علي ولا عندش خبر، انا سايرة داخلة. ماشي انت يا بنت الحلال، نحن نسير وانتي ما خسرانة شيء. صدقيني ما خسرانة شيء. لا 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 ما سير ما سير وحدي ما سايرة. والله كيفش انتي الخسرانة، وبعدين يوم مقع الفاس على الراس لا تقول شمسة ما قالت لي. فال الله ولا فالش. أنا ما عندي اعتراف إذا كان يقدر يدفع مهر بنتي. إذا كان عن المهر طبعا ما يقدر يدفع، لكن هناك في شيء ثاني إذا أنت توافق. اسمع عمي ثاني، اسمع يا خال سلمين. إذا كان من ناحيتي أنا، أنا في الحقيقة موافق على كل كلمة تقولوها، وقولوا وأنا أسمع. أنت ما مهم يا حمود. ما مهم أنا؟ المهم موافقة بو مسعد، مو تقول بو مسعد. أنت ما قلت شيء حتى وافق عليه سلمي.
أنا أقول يعني مو رأيك يكون مهر بنتك المصون سهم حمود من الأرض، هذا إذا كان يسد وتوافق أنت. مالك خالي سالمي الله يهديك، كيف يكون نصيب من الأرض مهر بنته ما يقوس وما وافق؟ اسمع أنت اسمع، خبرك أما عندك خبر. إيه أدرك أما داري أنا مهر بنتي أكثر من سهمك، كان ما يكون أكثر من الأرض بعد. اسمع أنت مالك قاس تتشاحط؟ أنا شاحط؟ أنت مالك قاس تتشاحط؟ كيف؟ أنت نصيبك في الأرض يا الله يا الله إذا الربع ولا أقل من الربع يمكن. اسمع أنت خالي سالمي الله يهديه، أبوي أنا يلي النص في الأرض، أخوي يلي النص وأنا يلي النص، مالكم الله يهديكم دو. الظاهر أن خالك ما خبرك أن زوينة تملك نص الأرض. اسمع أنت وزوينة ما يخصها؟ هي نعم زوينة ما يخصها، الأرض أرض أبوي. وسمعوني زينة، أخوي سالم يلي النص وأنا يلي النص وبس. المال مال قدك صح ولا لا؟ ما والورثة هم أبوك وعمك، وعمك قبل عن يموت كتب سهمه حال بنته، يعني نص الأرض حال زوينة ونص الأرض حالكم انتو. سمعتها؟ هي نعم. لا تطول مسألة أبوي، مو قلت أنك تبايعني سهمك من الأرض والغواز اللي بتحصلها يكون المهر بنتي؟ نعم. أسأل مين قلت شيء غلط أنا؟ أنت تقول غلط؟ حشا حشا يا أبو مسعد، أنت بعدك باغي مصلحته. نعم باغي مصلحته. باغي مصلحتي؟ هي؟ زين خالي سالمين، انا في الحقيقه في المسائل هذه تراني ما هو ما فتح الوالده واخوي سالم شيمه، كان فيكم شيمه. انت ما عليك الا تكتب ورقه انك بايعتني سهمك وانك خدت غوازيك بالكامل والوافي، ومساله اخوك وامك هاي خلى علي انا بواجههم. ها وهذا خالك شاهد بعد. نعم شاهد. اي نعم. عمي ثاني مالك الله يهديك، انت قليت وامو كيف الله يهديك، انا اكتب لك نصيبي في الارض وانا في الحقيقه ما استلف غوازي وما تقص علي وابو توده، هاي بقصدي واموك. اسمع انت اسمع، الظاهر انك انت ما تبغى تتزوج. اسمع انت يا حمود يا ولد اختي. نعم. لو هذا الغوازي مال المهر، المهر زين، المهر هذا حال من حال ولد وحال بنت، ها بيكون المهر حال بنت عمي ثاني بيكون عجب. خلاص خلاص اعتبر المهر واصل. واصل ولو انه في الحقيقه ما يناسب مهر بنت الحسينه، لكن يالله كلها عشان حشمة أبوك ذاك الطيب الله يرحمه ويغمد روحه الجنة مساكين. آمين يا رب العالمين آمين. ما عليك يا ثانوي ما عليك، فكر نفسك إنك ضحكت علي. ها ما أنا حمود إذا ما لميت الحاثة والداثر، ما أنا حمود بالنصر. يلا سالمين هلا أبوي يجيب ورقة وقلم خلي يكتب الحين وخير البر عاجله. توكلنا يلا. أنا الموقع عدنان حمود بن ناصر بن سالم، أقر وأعترف أني قد استلمت مبلغ وأقدره 20 قرش من فاضل المبكل المكرم ثاني بن مسعد مقابل بيع سهمي من الأرض الكائنة في الحلة العلوية، وقد دفعت المبلغ المذكور صداقا مقدما لابنته المصونة ذات الطهر والعفاف، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد بيد حمود بن ناصر بن سالم. تو غاوي تو
عشت يا حمود عشت. باقي سالمين تراك بعدك ما بصمت، خلاهينك تعال بصم. انا موجود يا ابو مسعد. وهذه بصمتي. ها هذه بصمتي يا ابو مسعد. الشاهد الثاني. نعم الشاهد الثاني. مبروك علي سهم حمود في ارض ناصر. ابوي واقدين شروا اولاد الشايب مسعود مسألين عن حيانهم. عمتي عارف ايش تصدمي؟ مسكين حمود يوم يجي يسلم عليش تصدي وقش عنا ذاك الجانب. ايه سيري لا بخبرش عني سيري. انزين ولدي وبعدين؟ المهم شايب عيد حس اللي بقلبي قال لي يا ولدي لا تأجل عمل الخير. اسميه رجال اصيل احيد أحيده كان صديق حياة المرحوم مرة الروح. أوه تعلم أوه تعلم محبوب تعال أبوي تعال تعال أنت جاهز تتغدى وارضك أنا جاهز تشاوروبها تشاوروبها ونحل؟ إيه من هذا قول من؟ من هذا خبرنا ثانوي ثانوي جاي بسرعة وجاي بسرعة خذ معي أرضك أرضي بعد أنا سيارة معك. لا ما حد يحمي سحب ناصر بن سالم غيري أنا جاك الموت يا تارك الصلاة. يا مسعود شيل الهبل وشيل سيده ها هلك ثقيل يلا بسرعة هناك هناك يلا سويد ها هذه هي سار او سويد عجيبي هي سار هذا بعد اما هذه سالفة ولا عنها اطلع من ارضنا لا تخليني اسقيها من دمك لا يا ولدي لا تتهور الدنيا اخذ وعطى ارضنا وقال سقيسها تبغاني ما نقول شيء سالم يا ولدي لا تضعف هذا الوقت طلع ولا بالقوه ايه سالم وقف بجانب انا عندي اثبات ان هذه الارض اللي فيها سهم اثبات كل اهل البلاد يعرفوا إن هذه الأرض ملك ناصر بن سالم وأخوه من هين جاك هاي السهم؟ سهمي في الأرض يا عزة في هذه الورقة كل شيء مكتوب في هذه الورقة أنا الموقع عدناه حمود بن ناصر معلم حميد سمعنا ايش مكتوب صدقه يا ام سالم له سهم في الارض له سهم ومن هين قال السهم من هين خبرني انت وغيرك والسامعين شهدوا ان الارض حال من وبعدك يسخن صدقه عارف يا ام سالم لكن مو تبغيني اقول قول يا معلم حميد قول ولا تظن ان في شيء هوني عن الارض أنا بقول لش يا عزة ولدش حمود باع لي سهمة في الأرض حمود؟ إيش؟ حمود؟ الأرض
حمود بايعك سهمه. الأرض ما تتقسم، وإذا عندك المقدرة هيا قسمها تو، وأنا هنا في نصها واقفة. فهموها يا ناس، فهموها. فهم معلم حميد، فهم. أنت قريت الورقة لي حق ولا لا؟ كلامك صحيح يا ثاني، لكن هذا ما إثبات على البيع والشراء. لازم يكون عندك صك شرعي وبحضور الجميع والشهود. يعني كيف معلم؟ يعني كيف؟ يعني لما يكون عندك صك شرعي ويجينا عسكري من عند الوالي، ذيك الساعة بيكون لك الحق انك تقيس الارض بحضور جميع الورثة والشهود. لكن الحين شل شلولك. انت تقول هذا الكلام معلم؟ انت تقول هذا الكلام؟ هي نعم يا ثاني، شل شلولك ولعن ابليس. زين، ما عليكم، ان ما اخذت الارض اليوم ماخذها باكر وبالشرع وغصب عليكم كلكم. انزيفة تونتي، سمعتي مني؟ اعطيته ذيك الورقة، ويوم اعطيت الورقة راح وسكت، يفكر انه يقدر يعضلني اني انا في الحقيقة ما اقدر ادفع مهرش. لكن انا مستعد ادفع الغالي للغالية. كنتي انتي فتنة، انتي ملعبة. اي نعم. ايه لكن عاد خلي بالك من ابوي، هاوي يقص عليك. ابوش انت يقص علي انا؟ انا ابوي ما حد يقص علي، انا حمود بن ناصر، انا ملعب ست. اي نعم. كذاك ابغاك يا ابو سقطان. ايه ابو من؟ ابو سقطان. وابو ما نقيت الا سقاطي؟ عقب ويجي منش انت؟ مو يكون الا سقاط وسقطان، مو يكون عقب؟ مو جالس تقول؟ لا لا، ما اقول شيء فتنه، ما اقول شيء. أقول له فتنة. أنا أقولش، وإذا جاتنا بنت كذاك تشوفهش مو نسميها؟ أبوي قال خمسير على الجيش وفق خمسير. جاكم دمالش خايفة مو فيش. أبوي من توغادي أنا وقفلشنا عند الباب وأكلمش قدام الناس وأكلمش قدام أبوش، لأني في الحقيقة دافع فيش قروش، دافع فيش 20 قرش، وكل قرش انطح قرش. هي العم عمي ثاني، أساك الله الخير. تعممت بقفير بصل. وافوي قلب وجهك من قدامي، ما بقى اشوفك لا هنا ولا في الدكان الا بعد ما نصير المحكمه. عمي ثاني مالك لك، الله يهديك انت مالك. كان اليوم جاي لك الصبح ومتفقين وطادك الورقه ووافقت، خير ان شاء الله. ومن هين يجي الخير؟ منك ولا من حيانك؟ ها كان شي اليوم منضرب سوك؟ انت سبب وانا بنضرب اليوم كان؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا حياني معذبيني هلكني. عمي ثاني اسمع مني، أنا تو حمود جالس أكلمك، أقول لك إذا كان على الصك بإذن الله تعالى بكرة غبشة أنغبش أنا وأنت في المحكمة، مو قلت؟ باكر؟ إي نعم. تو أقلب وجهك دين، أقلب وجهك. أقلب وجهي؟ إي يلا اقطف. تعال البيت يا ابن. سير. ما له سير. وأنت دخلي قدامي قبل ما أقلع عينش. هذه بذرة، هذه بذرة، هذه بذرة، حسبي الله عليك. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. صدق الله. حسن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله. زين. نعم. أكمل لك السالفة. إيه. أنا لما قريت الورقة تبغى الحق سكت وما قلت شيء أبدا. أحسن يا معلم حميد يوم سكت أحسن. إيه. والذيك الأم المسكينة كانت بتموت من القهر. لكن أنت ويش وازنك يا شقي تكتب وتقر على نفسك أنك بايعت الأرض؟ أسبت تعطيه مهر بنته؟ أنت شفت عاد؟ شفت عاد يا محلم حميد شفت عاد؟ والذيك عاد البنت المسكينة زوينة لما تعرف بالموضوع إيش بيصير في حالها؟ لكن أنا أقول إن نسكت وما نخبر حد أبدا ولا حتى سالم، زين؟ ونخليها مستورة لين ربك يفرقها. لا لا يا معلم حميد، أنا ما وافق على هذا الرأي. أنا لازم أخبره على الأقل، يشوف له صرفة ولا يتخذ الرجال على غدر وبعدين ما يعرف يتصرف. هي لكن أنت تعرف أن سالم حمقي وأخاف يغلط، وبدل ما يكون الحق حاله ينقلب عليه. لا 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 تخاف، أنا أعرف كيف أفهم سالم. يعني هذا شورك؟ الشور واحد يا معلم حميد، اتكل على الله ثم علي ونعم بالله.
مو في الفايدة يا ولدي يا حمود. قوم اشتل تو، سير البيت، مرة من توصل تنام، كون باكر الصبح إن شاء الله بنتلاقى في المحكمة. ما أقدر أسير البيت يا خالي سالمين، ما أقدر أسير البيت. إذا سرت البيت أمي بتنازعني، بتسوي لي غبشة. خالي والله ما أقدر أسير البيت، ما أقدر أسير البيت أبداً. زين مو رأيك تصير تبات معاي الليلة والصباح رباح، وباكر الصبح أنا وياك بنشتل وبنزير المحكمة؟ ما في حل ثاني غير هذا الحل. عندك أنت حل قول، كان تبى تصير البيت تصير، وأنت تعرف النتيجة. خالي بس ربات عندك الليلة، واللي يستوي يستوي. خلا أبوي خلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلا خلا خلا. خلا أبوي خلا 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 خلا. يا ولدي يا سالم، يا ليتني ما خبرتك. انت يا قتلك الحزن يا قتلك الغضب. جمعة اتكلم، قول شيء. مو اقول له يا عم عيد، مو اقول له. الغضب والحزن صورتين من صور القهر. خليه يا عم عيد، خليه ينفس عن عمره. أحسن يقهر الحزن ولا يقهر الغضب. من يقهر من؟ حيرتوني. أنا اللي احترت أكثر، احترت مع نفسي. أنا مين؟ أنا ما أبغى، أنا ما أبغى أسوي، ما أسوي، ما أسوي. جمعة قوم لحقه، قوم لحقه، لا يسوي في عمره شيء. قوم يا جمعة قوم. إن شاء الله. الله يصبحك بالخير يا ولدي يا سالم. اشوفك تاخرت، خير ان شاء الله. انا يوم شفتك تاخرت سحبت الهوري، قلت ما بتي اليوم. كيف ما اجي وهذا رزقي، كيف ما اجي. اقول يا سالم يا ولدي، عسى ما خبرت الوالده وزوينه عن السالفه. ما اقدر اقول لهم، كيف اقول لهم؟ انا محتار، ما اعرف كيف اقول لهم ولا لا، ما اعرف. اقول سالم ولدي، انا اشوفك بعدك حزين، اشور عليك انك اليوم ما تنزل البحر. لا لازم انزل، اذا ما نزلت وبقلت هنا بتكثر علي المشاكل، لكن لازم انزل، لازم انزل على الاقل انسى اللي فيه. شورك وهداية الله، يلا توكلنا على الله. برد؟ نعم برد. السلام عليكم. عليكم السلام. ثاني. أبو مسعد. جايك. جايك. لحظة. جاي. ما يغفي. إيش هذا التأخير؟ جاي سحرشكم من الصبح. أقول صباح الخير قبل. ثلاث تعرف حمود. حمود يلا لين يقوم نومه ثقيل. هاي ترى ما ورا شيء. فؤاد بارد. ما كما أنا جالس طول الليل سهران أحسب ألف حساب. عمي ثاني، انا اول شيء ما متعود على الصباح ضغط. اقول تو بدل ما موقفنا عند الباب ادخل داخل اشرب كوب شاهي. ابوي شاهي من صباح الله يضر. وخلا يلا قدامي سايرين. خلا خلا يضر. خلا اقول سالم، اشوف الليخ كنا شيء قبضك. ها بنزل تشوفه، بنزل تشوفه بالبحر. لحظه انا بنزل نفسي اشوفه. لا 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 يا سالم، لا تنزل. انا بنزل. سالم لا تنزل. انا بنزل. سالم